اكو شاعر من البصرة اسمه بهاء الكاظمي، ألف تحية إليه، يقول كل ما أفكر أكتب على الحسين الضيع أوراقي وصفنتي وتلغي الفكرة إلى رهب الحسين، وكون شعرك سيف كون يجرحك الطف لما الذكرى. الله. كون بشعري أجبر خاطر الكرار وقلل من مصيبة فاطمة الزهرة. يا قمة كربلة، شوف الوصف، يا قمة كربلة بقمة الشعر أرثيك وقرالك قصيدة تنافس الأشعر. أجيك بعنفوان الشاعر المغرور، شوف طولك سما وطول الشعر أقصر. ترى البيت اني كتبه بحضرتك، ترى البيت اني كتبه بحضرتك بيروح يصير إحساس عنده بكل شيء يتأثر. أدخل للقصيدة بحضرتك مولاي وطش روح شعر وبابك الطشر، ووقف يمضي ريحك، ووقف يمضي ريحك شجرة هزها الخوف، مرة قبل عليك ومرة أتأخر. الله 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 الله. مشاهدينا الكرام، كل عام وجعلكم الله من البكائين على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي الفضل العباس وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. نبتدي حلقتنا لهذا اليوم حلقة حسينية. يا ربي الأجر والعافية والثبات لكم ولأساتذتنا المتواجدين ويانا، الملة سعد الموسوي حياك الله وعظم الله لك الأجر، والشاعر المبدع منصور المشرفاوي حياك الله وشرفت ونورت. حيا ودوم، والله يزيدك شرف بالأكبر كبير. اللهم ربي يحفظكم وعظم الله أجركم. الله يعزك، نسأل الله التوفيق والقبول. هي مرات أكو أشياء كلاسيك. نعم. بالأسئلة. نعم. وأكو مرات من باب نريد نعرف الخصوصية. نعم. شنو خصوصية الناصرية أو ذي قار بصورة عامة بقدوم الشهر الفضيل، قدوم شهر المحرم؟ نعم، مثل ما حكوها اللي ناس اللي سبقونا بأعوام، بأنه باختصار جدا الناصرية هي كربلاء المصغرة في أجواء محرم، يعني تقدر في لحظات بأنه تقدر تقول الطف. ما شاء الله. نعم، ابتداء من سوق الشيوخ إلى ما لا نهاية. فعلا إذا دخلت في أجواء أيام عاشوراء وكأنما الطف. شنو تعليقك سيدنا؟ الناصرية، الناصرية وكفى وكفى، أقل مما أنه أنا يا أخي للأمانة أنا هاي المحافظة يعني للأمانة أعشقها. يقول هيك بيت أنا كاتب قصيدة على الناصرية، يقول يسألون الرجولة تكونت وين، وصيح بعالي صوت الناصرية. على رأس سالم راسك. ثبات الشيء لا ينفي ما عداه. نعم. مثل ما تعرف انت. نعم. نعم. هذه المحافظة الحسينية، خلينا شوي نسولف على الناصرية، تستاهل واحد يسولف عليها. الله يحفظك. اكو موكب شهيد الجمعة، موكب شهيد الجمعة سوق الشيوخ. يا اخي هذول الناس سبحان الله، هذول محرم سبحان الله، عسى الله يوفقهم. يا اخي تشابيه مال 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 واقعة الطف. يا أخي إحنا القصة كلها إحنا سامعينها وحافظينها، ويعني من الصغر تلقى أمك وأبوك والمجالس تسولف لك عن القصة. أنا الله شاهد يمكن صار لي يعني هذه الفاتت رابع سنة أو ثالث سنة أروح، يا أخي ما يظل عندك قلب تبكي وتتأثر. الله يوفقهم إن شاء الله. هذا الموضوع تحديدا بالذات مع واقعة الطف اللي مثلوها تشابيه سوق الشيوخ، إذا ما يخونني التعبير طبعاً والنقل الأمانة، في سنة من السنين اللهم ربي يحفظه سيد حميد، أكو لقطة بأنه عودة الفرس، عودة الفرس أثناء الواقعة التشابيه، في سنة من السنين الفرس ما رجع، قالهم إنه مهلة منا للتشابيه الجاية، إذا ما عرفنا أكو سبب خطأ بينا بأعمالنا بأنه ما ممكن أن ما يعود الفرس، إذن أكو خطأ بأعمالنا حتى تكون النية صافية مع الحسين سلام الله عليه.
إذن شنو يقدر؟ والسنة اللي بعدها رجع الفرس. يا أخي أنا شفت الترتيب، يعني أخلاص وشفت بالموضوع. شفت الإخلاص بالموضوع يا أخي. يا أخي هذه مسألة من يعني هي مو مسألة، هذه يقول شايف لو متلمس. يا أخي شفت أنا بعيني، شفت مسألة حرق الخيام اللي هي تمثيل ما يضل عند القلب. زين سولف لي الواقع الأصلية شلون كانت. الله أكبر. صح لو خطأ؟ يعني هذا من باب الـ 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 الأجواء محرم، تجي من باب المشاية. يعني أنا من محافظة البصرة وجدا أعتز وفخور جدا، وبنفس الوقت أعتز بذي قار وأعتز بالعمارة وأعتز بكل محافظاتنا العراقية. تشوف أنه سفرة تنمد من سوق الشيوخ للبطحة ما شاء الله 70 كيلو. ايه اختصرنا هذا الكلام كله بأنه بشطر. ايش يقول شطر؟ كتبت قبل كم سنة بأنه يا حسين وغلاتك من قلب ولسان لو ما انتبت كل خير ما بينا. الله. نعم. كل ما عدنا كل ما لدينا من الحسين. الحسين سلام الله عليه. وكل ما لدينا إلى الحسين. نعم. ايه. أبو علي. هذا يقول ما عندي غاية وياك، أحبك لله، ما دورت وياك سمعة وشهرة. شهرة صحيح. تطي وقار الشايلك كأنك شيب، مو أنت حتى الماء يعرفه يقدره. الله. سلام الله عليك سيدي. سلام الله عليك. سيدنا شلون المجالس بالنسبة لك؟ المجالس انت تقرا بس بذي قار؟ بس بذي قار انا بس، لا لكن قرات قبلها بالبصره وبالسماوه وبكربلاء. ان شاء الله هذا محرم دعواتك بس بذي قار. جيد جيد. خلينا نسمع. بس انا بيني وبينك دمعتي رخيصه، الشاعر الكبير نائل المظفري يسولف عن عائله الحسين وعن آل الحسين. يقول تعني قله مرجل دموع الرجال، تعني قلة مرجلة دموع الرجال، بس عليكم تعني قمة مرجلة. الله الله الله. جميل. كبير أبو عباس. جميل. أبيات للشاعر الكبير رحيم الركابي. أنعم وأكرم، عسى الله يطول عمره. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها، إلى مجلسي ما يبارح خمرة بطيتي وين دارت وين زينب على الجالة يتعليه الخير. الله. ودك ودك الهليج لو بالطف الظلين الظلين الهليج لو بي طفيت
تظلين تظلين وديتش الرحيلة وجب مترب الغاضرية الرحيلة وجب مترب الغاضرية علي يا عمه سيد بعد 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 رحم لأمك علي يا عمه ليشد بالضعن علي عمه ليشد بالضعن علي يا عمه ليشد بالضعن بالضعين عطله يا عطله الحاد وشوف عدنا شظار الله عطله يا الله علين ثلي التيام الله علينا علينا لما يدفن سبي الله لما يدفن الله عليان ثلاثة أيام عطله لما يدفن ذبيح الغاضرية لما يدفن ذبيح الغاضرية الله أحسنت مولاي موفق الله يبارك فيك شو الحركة الشعرية بالمحرم أهم سوالف عندي قار احنا عندنا بالبصرة بكل يعني بكل موكب هو هذا الحال نفسه عند كل المحافظات يمكن لا الجو الشعري في محرم انك تقصد بيه بانه المهرجانات في محرم في البصرة تحديدا لا يقاس بباقي المحافظات ها يعني قصدي انه بذي قار نفس الشيء لو لا 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 ها ها اقل اي نعم اقل ها ها, ها اي بذي قار مجالس ها اي نعم مجالس يعني ممكن اكو في محرم مهرجان مهرجانين يعني ممكن اها اي بس ككثره هيك شو لا ماكو لا ما يعني زين برايك هذا من الجانب الفني من الجانب الفني نعم هذه المهرجانات اللي تقام شنو تاثيرها على يعني على التاريخ الشعري تاثيرها على التاريخ الشعري ايجابا ام سلبا ايجابا ايجابا احنا جاي نحكي هي تقريبا من باب التوعيه وال نعم والعبره ايه والعبره ايه ايضا ايه اولا هسه اخو احنا اذا ما كان شعريا بانه فهي امتداد واسترسال قضيه الحسين سلام الله عليه نعم احياء شعيره احسنت اما المساله الثانيه فهو الاحتكاك بحد ذاته هو شيء ايجابي للماده الشعريه بانه التواصل اذا كانت موجوده باستمراريه هذا شيء متعارف عليه أول أكبر نعم فإذا كانت بكثرة أو غير كثرة أو باسترسال بديمومة أريد نقول فهو شيء إيجابي خلينا ناخذ قصيدة ناخذ قصيدة قصيدة مع الحسين سلام الله عليه طفلة هذه قصة في الناصرية حصرا طفلة مريضة مرض ولادي عسر يسووا لها العملية الأولى تفشل بعد سنتين يسوي لها العملية الثانية كذلك تفشل هاي الطفلة تحضر مجالس الحسين سلام الله عليه مع أمها كل احنا ندري المشاهدين الكل يدري بأنه عندنا 10 ليالي الملاية يومية ببيت هاي أجواءنا اللي ماشي قصدك بالنسبة للنساء للنساء نعم نعم فهاي الطفلة تحضر مع أمها يومية المجلس الطفلة شنطون بالمجلس يوزعون هذا العصير النستل الكيكة تجيبها تضمها وين بميزها إلى حد يوم ليلة العاشر ليلة عبد الله الرضيع عليه السلام تخلص الملاية فتجي هاي الطفلة تقول للملاية تقول لها تجين تقرين عندي وطي شلف الله أكبر فالملاية تجي وياها تسمع كلامها تجي وياها تلقاها يم يزهم طلع هذن الأشياء اللي مجمعتهن من المجالس مطلعتهن وحاطتهن وقرت لها وراحت هذا الطفل شي يشوف أمه وأبوه يسوي مثلهم يطبق نعم فقامت تلزم بهاي الأشياء تمسحن هيك وتحط على جسمها تقول له أبو علي مريضة أبو علي ألم بمرادك من الناس مو عوز عدنا الخير نعمة على الزيادة ودور عنك بكل صوت ينعاك واحضر مجلسك واخذ مراد
حضرت العشرة لك عامياً والعام لحد ما صار مجلس عندي عاد واركوض واحترق وينار الخيام ويهب الهوى وانطش برماد أبو علي مريضة بلا ذنب والشاهد بهاي عرفه ومرضي بأيام الولادة ولحد هاللحظة بي من الوجع آخ بحياة انعدم قانون السعادة أبو علي انحرمت من الدراسة ولعب الأطفال ومنتظر وفاة أخذ شهادة وحضرت حفظت أول درس أول درس جاي ينقر هواي من ينبابنا الباب العيادة أبو علي انحرمت من الدراسة ولعب الأطفال ومنتظر وفاة أخذ شهادة وحفظت أول درس جاي ينقر هواي من ينبابنا الباب العيادة الميت لعزيز الوادم تقول ملامح مظهرة تبين حداد وانا اللابس اسود حتى بالنوم لان يومي موت على الوساد هلي هلو ديرة هلي ما لمهم فيا بكثر ما فرعوا لله ودعول وهايان على حطة مرض لليوم واكبر حلم عند القال قول وبديت اكبر خلق وأصغر بالأيام بديت أكبر خلق وأصغر بالأيام وأقول على العمر صاير فضولي وأصدق بال المراية على العيون وأشوف أيام عمري بقد نحولي أبو علي شن هواية على مثل الطيب وتقوم وأنا محشمة الحسين على طولي أبو علي شن هواية على مثل الطيب وتقوم وأنا محشمة الحسين على طولي وأبو فاضل وزينب والبلقمات وابوي قال عنهم ينتخولي ولهسه الوحده صارت بيا بثنيا دعوت الضاله ومرض الطفول مدر الخلل بينا جفوفنك صار مدر الذنب بيا وما حجبون الله وسلامتك جميل الله جميل ابو مهدي سلام الله 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 يوفقك بعد روحي ولك. الله يوفقك بعد روحي ناخذ فاصل يا ريت أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم فاق لي رماح تلاقى وسوي واحد يحاكي واحد علي فاق لي رماح تلاقى سوية واحد يحاكي واحد علي هاي هاي ما قوله هي هاي هاي زينب سبية فوق الارما عرموح راس القمار دمعة جري شفت راس حسين مدر الشاورة يمكن قلت عروف هاي المرة هاي خيتك زينب المتيسرة يمكن قلت عروس الله الله هاي المره هاي خيتك زينب متيسره استغربوا وما عرفنا اقرب الناس الله ساعة ظل صافني بوجع عباس استغربوا وما عرفنا أقرب الناس
ساعة ظل صافني وجه عباس هاي هاي زينب سبية هاي هاي زينب سبية. الله يوفقك بجاه الحسين. الله يوفقك. الله يبارك فيك. الله يوفقك مولاي. تسلم تسلم. الله يبارك فيك. قواك الله بمهديك. يا والله حيله. وماجور ان شاء الله. اذان السيد. سيد صوت شجي جدا. اي. عسى الله يوفقك. مرات من الصعوبة بانه تبكي لكن مثل ما تفضلت انت قبل شوية. يا اخي هي يعني الدموع رسائل مصداقية. نعم. وبينه وبينك ابو علي يستاهل. شو. سلام الله عليك سيدي مولاي. ماكو هيك فد شغلة صغيرة. اي. أبو علي كتبتك مو غزل مو غزل بس قلبي ينبض بيك لا والنوب بروح تروح لك فدوة. أي والله أبو علي سلام الله عليك أبو عبد الله. نسترسل. أي استرسل استرسل. عند وصول موكب آل بيت محمد عليهم السلام إلى منتصف الطريق قبل الدخول إلى كربلاء جيد يلتفت أبي عبد الله الحسين روحي له الفداء أخي أبا الفضل ما لي أراك ما بين راكب وراجل فيجيبه عليه السلام سيدي أبا عبد الله لا تلمني إن داخل المحمل قلبي زينب زينب والعمر ما ظال بي كم يوم عزيزة وللمثلها بياكتر تنحط وين القمتشان الظل هكوني لوق حتى العين تهدى وقلبي ما يفحط غيرش ما مشت روحي على روحي تميل والخاطر ذكرها الكون يتحنط واستور حواها وعود يلا ارتاح عند الحرة واجب ما تصير احوط هذول احنا ودربنا حشايتك يا حسين الجن هذ راع اخوك بالحرب وبشط وهمتنا على قد واهس البيك يعيش فقدر عان حيله للهوى تمغط يا حسين القضت والما قضت ماشي يا حسين القضت والما قضت ماشين وبكل خطوة تلقى القمر يتوسط زينب بالقلب وانت الغطى الفوقاء وجفوف الخدركم بين خط وخط عين مكشفة وما شلت بيها عزاز فاتح بابها وما ينسد ويغلط عيني عيني عين مكشفة وما شلت بيها عزاز فاتح بابها وما ينسد ويغلط تتلقى ليجي هالضيف والمضيف بتوادم عرب يمها الكرم ينغط الله عين مكشفة وما شلت بيها عزاز فاتح بابها وما ينسد ويغلط تتلقى ليجي هالضيف والمضيف بتوادم عرب يمها الكرم ينغط زينب يا مسيت العافية تنقال شن همل شنت بجفوف هتقمط واسمع منها يا كلمة الخو وحزام من تنذكر كون الجلد يتقشط زينب ما يوجه من نزل تاريخ بعيون المواقف غيم ونقط ترز قاع الله هاكم مين ما تنشاف والسابع سنة بكل عين ينتتشط زينب غيرتي وسالفتي طول بطول تفصالع لقد دوبيد هتخيط فزعت ورايتي البيها شكثر هديت والعفية على كبر القاع تتصفط آية وتنحفظ واقراها كل ما قوم والقب روحي كم عباس وتنشط آية وتنحفظ واقراها كل ما قوم والقب روحي كم عباس وتنشط وياخذني القلق كل ما انفاس الضيق بحجاية الخوة تركض وتفحط والدن وقلها ها يا خي تشبيك تقل الهوى المامر بيك يتخرب والله الله الله سنت سلام سنت على الله. فخر المخدرات زينب عليها السلام وكفيلها السلام عليكم ورحمة الله سيدنا أكو نعاوي جنوبية أريد نسمع من هذا اللون بس كلش كلش توصل للطين الحري ولي الله أكبر ويلي وويلا
زينب تقول فوق العيون عيون الرعد فوق العيون عيون الرعد الرعد كون أربع يبتين علولا أوف وليلي رك 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 وليلي تقول حق الله فيت وام كبيرة حق الله الله فيت وام كبيرة كبيرة وعدال كل شارب عشيرة وليد حق الله حق ولدقول حق الله يا الله حق الله فيدوم كبيرة يا وعد الكل شارب عشيرة تقول يا زينب بعلي خويا يا فك لي القبور فك لي القبور خلينا شمايك وتزحزح اردن طمر يمه وعلي يا ابو علي يا ابو علي لا خرز مطشرة ولمك ولا تلزم بالكيف ولزمك لزمك وعلي تقول اليوم روحي اليوم روح طويل شقلة زعلت شربتي وجلة اليوم روح طويل شقلة زعلت شربتي وجلة تقول تخلبصت جيب اليحيى يا تخاصرت دين شيدني على هلا تخاصرت تنشدني على هلا على ديار ومقوة جزيلة تقول جزي أنا وأحبابي يا مالقي أنا على ديارهم قوة جزي أنا وأحبابي يا مالقي أنا ما لقي انا يا وعلى احبابنا ما سلمي انا على احبابنا ما سلمي انا الله يوفقك بجاه الحسين بس تعيد النهايه البيوت مال العيون اول بيت ينرحم على امك فوق العيون عيون الراد عيون الراد يرايد كون أربع ليم تشل على الله أكبر الله أكبر الله الله ولي
ذاك الضحك ما عاد ينعم يعود ينعم ما عاد ينعم يدري في قلوب أنا رحي في قلوب وترجى تلفون وحاجوز ما مش بيعمل عيوب أويلا أنا رهي في قلب أنا ما ينا أنا أبو الأكبر أنا رهي في قلب رهي في قلب وترجى تلفون وحاجوز ما مش بيعمل عيوب مامي شبيان العيون والله بيش وشلون وين قضى عمري بيش وشلون انا مو صوتك كام صوت لدفلو اي والله مو صوتك مو صوت اللي يدفنون الله 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 يبارك الله انا والله ما اقدر اكمل راح ناخذ فاصل اي تعبتنا سيد احبتنا فاصل وانا اعود اليكم قلبه براس اخوي ونار تنبض بي وانا بصدرك انت وخيلهم تجذف وادور عن نفس واسمع حسين يقول كسر الظهر زينب بالقمر تنزل يا حسين انت حنين انت من هالنا الله 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 يا حسين انت انت من هالنا واحنا فقرة ودوم نهوى البي محنا خذني يمك روح ما بها صور الله الله خذني يمك راسي بجلال الرمح الله الله خذني يمك خذني يمك رمح ما بيا صبح الله خذني يمك راسي بجلال الرمح خذني يمك لا يشيدني مغازل عيونك وعبدك وانفضوا الله 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 تحية لك الله الله وتحية لأبو مهدي الكبير تاج راسي والأكبر السيد الرائع الله يحفظك والراقي تسلم أبو الأكبر ما عليك زود موفقين الله يبارك فيك اللهم ربي يحفظك اريد ناخذ لنا بعد قصيده انا ما اريد نطول بالحوار انتم اسياد الكلمه وفرسان الكلمه بس بصراحه انا مستمتع واكيد السيد المشاهد مستمتع اي اكيد الله يحفظك نقرا قصيده نشرف الله يزيدك شرف يعلي شانك اكثر واكثر مولاي ابو الفضل العباس عليه السلام سلام الله عليك كل شيء طول بعين الخلق يعتق عكس ما بالرسالة يعيش من ينشق أي كل شيء طول بعين الخلق يعتق عكس ما بالرسالة يعيش من ينشق وبفاضل حجاية وموقف وتاريخ كل ما طول ومثل الصدر يندق بنادم مو ثمن ويدفع ياه تشان بس ما يلوجه بي كل ثمن يغرق اكو بعض البشر
ماي القصص هتريد والعباس حتى من النحر يعرج. وبعض البشر ماي القصص هتريد والعباس حتى من النحر يعرج، حط روحه على كتفه الخوة حيل تريد، كل عمر عدل بس يم خودنك والتم بالحرب، وانطش نذر لحسي النار الغيرة عنده بلا وقت تطلق، ثقل حد ما تشوف اليمة كلها خفاء كلها خفاء، بس شفة خفيف وبالسطر مطبق، صلب وبشفة شايل عزم راية وراي، حتى لسان سيفه يسولف معلق، واد مبينت رمشة نفس وعيون قبل الكل شماك ارواحهم تزهق، واد مبينت رمشة نفس وعيون قبل الكل شماك ارواحهم تزهق، وصارت مقبر ودخن الحار بحار ما بيه همة العباس يشبع دق، فرق صارت مقبل ودخن الحار بحار ما بيه همة العباس يشبع دق، فرق بين الكتب موقف بدمه وعاش، وبحرورة أفعال وجوه تتحرق، شاهي الزلم لو نار لو دخان لو يحرق قلب لو بالعذر يلزق، قالوا للحرب شاهي الزلم لو نار لو دخان، شاهي الزلم لو نار لو دخان لو يحرق قلب لو بالعذر يلزق، قالوا للحرب أيسرها روس الطير، قالهم يا حلات الموت لو علحق، وانا شاهد حرب من صرت حد ما عيش لبراسه علي بالطيف ما ينطق، قالوا للحرب أيسرها روس الطير، قالهم يا حلات الموت لو علحق، وانا شاهد حرب من صرت حد ما عيش لبراسه علي بالطيف ما ينطق، قالوا للعمر قالهم بسد حسين صافو ماي وجهه من الزلال ازرق، وهن يالع لصيت الترس روح افعال، الله الله، وهن يالع لصيت الترس روح افعال، اخذ هيك بشر من صدق من يعشق يمش ينذكر، يوقف عظم بالريج من تنذكر زينب بالنفس يشبك حنين حنين، وتاكل بروحه الحكايه توين الله، من قد حنين وتاكل بروحه الحكايه توين الله، من قد ما وفى بصدر الوفى تعلم الله. جميل. الله جميل الله الله عليك الله الله ان شاء الله الله, الله. اريد نسمع بعد، انا حقيقه ما اريد يعني بالحوار اطول، اريد نسمع اقرا لك ابيات للام الفاقده الشاعر علي مالك المصري. والنعم خميتي سرداب سرداب، أنا خميتي سرداب سرداب، ما مشيت فضل من ورا الباب، الله أكبر، أنا وجه وقفة وجهي وقفة لفيت لنقاب لنقاب، وذبيت ضيمي بحضن بوترا، قلت لعلي قلت لمع قلت لعلي سوي لي شارة، ولي تجارة تجارة دمعي بلا صوتي تجارة، والله مثل الزقارة قيمت نطفي مثل الزقارة، الله الله، ولي جاب للداحي الباب بالباب بالباب، وصيتي بوترابي على التراب، ولي كوني لي الكون لي
حاسبي حسام بي دايما يتحمل الشر الله ولي تدرون لا تدرون تدروني التعايب من تجي على ضلوعي تدرون أنا ما مفتيم موضوعي. الله 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 عليكم لك. الله يا الله يبارك فيك أبو مهدي. الله يا سيد تسلم. أبو مهدي نريد نختم تبشر وموفقين إن شاء الله بحق الحسين جميعا إن شاء الله يا رب. زينب عليها السلام الديول تقول له عباس أخيك عطش كض النهر لو حلا لو تقطع المشرعة بجدمك يا خي لو حلا راويني معنى الطلب عز الطلب لو حلا ما بين عزة نفس ومقبع بمر وهم تلسو فوق القلب واشتمر عن كل وهم باكر وقتنا يمر نلقاه كتبها وهم راسم صور للوفا بشبد السما لو حلا تقول له عباس من ادور ليل هجرك شلقى فانا هضم جرح النوايب الله من ادور ليل هجرك شلقى فانا هضم جرح النوايب عمي وظهر محني شلقى فانا اكض واحد يصيبا 300 الله الله سلام الله. سيد وصلنا المسك الختام اختم على ذوقك. ايام أيام هاي الدنيا أيام 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 هاي الدنيا أيام يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام قوم يا حدر بناته الله 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 قوم يا حدر بناتك شوفها بالطف يا حدر الله اكبر كانت بمنظر خدرها اليوم أصبح غير منظر الله 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 كانت بوطن صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بلا محصنة وميمزها كل شهر لأن الأهل فوق الثرى كل حاجة ثمت والذرى ولأن الخيام أم وجرى ولنها متسلب الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام يوم خيامها عليها تتلاقها بمسلبيها هاي الدنيا أيام أحسنت موفقين الله يبارك للجميع إن شاء الله يا رب ربي يستركم إن شاء الله للجميع إن شاء الله يا رب ربي يستركم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم عظم الله لكم الأجر والثواب باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين دمتم في رعاية الله في أمان الله.